بسم الله الرحمن الرحيم وفقرة التكريم وتكريم الأبطال وأبطال لو نفسك تخس. أيوة أنت عايز تبقى رشيق تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. هبة عادل من 119 ل 86 هبة عادل من 119 ل 86 بشكرك أولا وبشكر فريق العمل بشكر فريق العمل كله لأنه يعني بصراحة تشجيع وكل حاجة يعني أخش بس على الصفحة أتشجع كده وكل الوقت اللي بيسألني انتي ايه ده اديله الصفحة اديله اليوتيوب الفيس كل حاجة الصفحة بتاعتكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويجعله ويرب كل الخير اللي انتوا بتعملين من نصيبكم. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يكرمك يا رب. تحب تاخدي ايه تذكار من لو نفسك تخس؟ مج. دينا عبد المنعم. دينا عبد المنعم من 99 ل 66 يا دينا. دينا عبد المنعم. دينا مش موجودة؟ طب لو ما خدتيش هدايا يا دينا تبقي تفكرينا المرة الجاية أو تبعتي لنا حتى يا دينا. إسراء هشام من طب سقفوا لها طب يا جماعة سقفوا لها يعني مش عشان هي مش موجودة خلاص. إسراء هشام من 75 ل 58 يا إسراء تعالي يا عمر ما شاء الله. مش عارف أقول إيه بس شكرا جدا يعني على كل حاجة و... يعني 15 سنة إسراء ها؟ انت تمام؟ تمام الحمد لله الحمد لله. مبسوطه؟ مبسوطه. عايزه هديه ايه يا اسراء؟ ميزان. ميزان مبروك كسبت معانا ميزان. سواء يا جماعه متوتره يا جماعه. فاطمه محمد احمد من 118 ل 88 فاطمه محمد احمد هي معمول عليها صح ما اعرفش فاطمه خدت هدية؟ طيب دكتورة عبير من 90 ل 70 تسيفة طيب يا جماعة للاتنين اللي فاتوا تسيفة كمان. عزة محمود من 110 ل 95 ما شاء الله. انا معاك من الايفنت اللي فات مكمله بس انا بنزل بطيء بس الحمد لله يعني ربنا ربنا يديك الصحه يا رب ربنا يجازيك خير يا رب. وانت كان معاكي بنتك عشان تشجعيها؟ اه انا جايبه معايا اشبال. اسماء تعالي اسماء تعالي اسماء ونشجع اسماء كمان خست اول 2 كيلو. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. هتشجعي وتبداي ان شاء الله؟ عندك كام سنه؟ 12. عشان ان شاء الله كده تتشجعي وتبدأي وصدقيني اللي في السن ده في الوقت ده هيخس بسرعة جدا ان شاء الله. تحبي بقى تتشجعي بإيه؟ اختاري ميزان وماما اي حاجة مش مشكلة ماشي ميزان ماشي. طيب هاتي هاتي الميزان تاني هاتي ميزان بينك ليها بس خدي انت البينك ودي الماما الازرق ماشي. اشكركم جدا. عم احمد يلا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك. طبعا معانا اخ كده يعني واقف بعيد مش راضي يتكلم ويعني فعرفت ان هو الحاج سعدان من السودان. الحقيقه انا بحب ناس السودان واهل السودان وشعب السودان والله. تعالى يا عم عم انت يعني انت مش غريب يا عم انت حاسس ان انت واقف بعيد كده يعني حبيبي ربنا يكرمك يا رب الله يعزك الله يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام والله طيبين الله يخليك يا اخي والله بحب كده اللهجه السودانيه كده عسل والله العظيم. انا سعيد جدا انه اكون معاكم وبشكر باشمهندس مصطفى علي وفريق نفسك تخيس ومتابعين لكم من السودان. يعني انا لي 4 شهور ونص وخسيت معاكم 27 كيلو بسم الله ما شاء الله. احلى تشجيع واحلى تسقيفه. والحاج سعدان من 123 ل 96 قول لنا بقى يا حاج سعدان. طبعا سعدان الحاج سعدان. اه طبعا انت قاعد معانا بقى نتصور مع بعض نصور ان شاء الله فيديو يعني ان شاء الله مع بعض. تحب بقى تتذكر لو نفسك تخس بايه؟ بكل حاجه قول. طيب خلاص والله كل حاجه. انا جايكم من السودان طبعا. شيلي ده كده خدي معانا ناس السودان كمان. ايه؟ خدي ناس السودان حاجة معانا. نجيب نعبي؟ حبيبي ربنا يكرمك يا رب يديك الصحة. الله يكرمك، الله يخليك. طبعا كده خلصنا الإنجازات اللي مكتوبة. ماشي، اكتبوها طيب معلش. عشان برضو
طيب الناس ازاي؟ الحمد لله. 10 كيلو؟ اه الحمد لله يعني. طب الحمد ربنا يكرمكم كلكم والله يعني. انا عندك كام سنه؟ 23. 23 بس شكلك اصغر من كده. مريم. مريم مريم خست اول 10 كيلو فتشجيع بقى لمريم. سلام مشكره جدا يعني. انا بجد يعني مش عارفه اشكركم ازاي بصراحه يعني. الله يعزك يا رب يا مريم. قولي يعني اتنصب عليا في الموضوع ده كتير ويعني يعني انا عانيت كتير بصراحه في الموضوع ده بس يعني ربنا يكرمكم. بنتعلم. مش اتنصب عليها مننا عشان ما حدش يفهم غلط. مش احنا والله. لا هي من بره يعني اتنصب عليها بره يعني. والله بص حضرتك زي ما انت قلت فعلا انا جيت الفجر وقعدت اعيط ومش عارفه ايه وكده وفعلا الصبح طلعت لي مش عارفه حكايه الفجر بالعياط يا جماعه في حاجه مش مظبوطه والله. ان شاء الله خير ان شاء الله. خدي طيب تعالى راح فين؟ عايزه ايه؟ عايزه تتذكرينا بايه؟ اتذكركم بايه يعني؟ ايه اللي هو الهديه يعني ولا اه المج؟ ماشي مج. ماشي حاضر اتفضلي. شكرا يا مريم. شكرا يا مريم. حاجه ازيك؟ اه طبعا. ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين ويديك كده الصحه والعافيه يا رب ويبارك فيك ويبارك في المجموعه كلها كلها. وطبعا هو مش انجاز اكتر من ان هو تشجيع منكم وربنا. مجموع النزول دلوقتي كام؟ دلوقتي بقى 30. ما شاء الله. السن كام؟ عايزه المره اللي فاتت انت قلت لي مش بالسن السنه اللي فاتت ان السنه دي احنا بنشجع الناس ان كل الناس في كل الفئات العمريه بتخس عادي. 68. 68 بسم الله ما شاء الله. احلى تشجيع بقى. ربنا يديك الصحه ويديكوا كده كلكم يا رب ونتجمع كلنا في الخير دايما يا رب ودايما كده. خالتي. خالتك انت؟ بنت خالتك. اه بنت خالتها مامه هاجر سعيد. اه هاجر سعيد. اه تبعنا برضه. ربنا ربنا يديك الصحه. الله يخليك ويديكوا كده يا رب ويبارك فيكم يا رب كده وعلى قد ما بتعملوا ربنا يديكوا ويعوضكم خير. الله يعزك يا رب. الله يخليك ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. تتذكرينا بايه؟ بالمج عشان السنه فاتت خدت الميزان. نغير. اتفضلي. شكرا. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. بالصحه والسلامه. انتوا منين؟ علشان توصل لأنظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخس هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من مليون مشترك وبينزل عليها الأنظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل وكمان فيديوهات تشجيعية يومية ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من 2,700,000 متابع وبينزل عليها أنظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة وده حساب الرسمي على الانستجرام لو نفسك تخس وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس وده موقعنا الرسمي لو نفسك تخس ودي قناة التليجرام الخاصة بلو نفسك تخس ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل أما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وإزاي نتشجع على عشان نحافظ على رشاقتنا ولو حابب تكون داعم لينا في تطوير محتوى لو نفسك تخس فده حسابنا على باتريون.